مرحبا. هداك اليوم بتفرج على الفيسبوك لقيت بوست استفزني جدا. واحد حاطط وظيفة بقيمة 220 دينار لوظيفة أكاديمية 10 ساعات في اليوم 6 أيام بالأسبوع، متطلباتها عالية والمجهود عالي جدا. اللي استفزني بزيادة إنه الناس بلشت تحكي له حرام عليك، أنت من وين جاي؟ شو هالوظيفة اللي ب 220 دينار؟ شو بدها تكفي؟ وبنفس الوقت أجا رد مستفز جدا للي حط البوست إنه بلا فلسفة، في ناس كتير محتاجين هاي الوظيفة وفي ناس على استعداد إنها تقدم لها. أنا بصراحة استفزني البوست كتير، لكن ما عرفت ألوم مين. الناس اللي عمالها بتحكي حرام عليك تنزل الوظيفة اللي ب 220 دينار هاي شو بدها تكفي، ولا الطرف التاني اللي عماله بيحكي عجبتك الوظيفة خدها، ما عجبتك لا تتفلسف. اللي بدي أعرفه وأتأكد منه إنه هل أنت في سوق عمل أو بمجال عمل ما بسمح إنك تدفع أكتر من 220 دينار، ولا لأنه الحكومة منزل الحد الأدنى للأجور فعشان هيك بدك تستغل الموقف، وإنه في عنا بطالة عالية وبهذا الحكي أنت قاعد بتستغل الناس وبتستعبدهم. والصراحة أنا ما بقدر ألوم لا أصحاب العمل ولا الناس اللي عمالها بتشكي من تدني الأجور. أنا بلوم الحكومة اللي منزل هيك أجر متدني جدا ولسه عمالك بتاخد منه ضريبة وضمان اجتماعي. شو بدها تكفيه هاي الوظيفة أو شو بده يكفيه هذا الأجر؟ ما في عنا ترتيب صحيح للحد الأدنى للأجور اللي بيحفظ كرامة الموظف. إحنا هيك عمالنا فعلا بنرسخ فكر الاستعباد للناس المحتاجين للوظيفة، للناس المحتاجين للشغل. ما بيصير إنه إحنا نضلنا عمالنا بنستغفل الناس وبنلعب بعقولهم لصالح الأطراف الأقوى اللي هي أصحاب الأعمال. في عنا أعمال تجارية ناجحة جدا وعمالها بتطلع آلاف ومئات الآلاف من الأرباح سنويا. أنا كيف بقدر هدول الناس أجبرهم أنه يحط الحد الأدنى الصحيح علشان الناس تعيش بكرامة وعلشان يصير في عدالة بالمجتمع؟ صار في عندي فجوة اجتماعية هائلة ناتجة عن تدني الأجور للموظفين المستعبدين، فعلا مستعبدين، والناس التجار اللي عمالها بتستغل هذا الحكي. أنا بعرف أنه في قطاعات كتيرة، قطاعات مش ماشية بالبلد، لكن في عندي قطاعات ماشية وعمالها بتربح أرباح مهولة وبرضو عمالهم بيستغلوا ناحية إنه القانون محدد لي الحد الأدنى للأجور 220 دينار غير الضريبة وغير الضمان الاجتماعي. يعني إحنا جماعة تطوير رأس المال البشري اللي شغالين ليل نهار ندعم بالشباب ونحاول نزيد مؤهلاتهم حتى يتناسبوا مع سوق العمل. أنا عمالي شخصيا بصطدم بحائط الأجور المتدنية والقوانين اللي مش راضي تتعدل، القوانين اللي تصممت بالضبط لتدعم القوي عنا بالبلد وتدعس على الضعيف. أنا شخصيا طفح الكيل عندي، مش قادر إني أكذب على الشباب الموجودين عندي وأحكي لهم لسه في أمل في بكرة. لازم يكون الأمل في إنه القوانين تدعم المواطن الحقيقي، مش المواطن اللي بيدفع رأس مال كتير وبيدفع رشاوي كتير وبيعمل علاقات مع أصحاب السلطة حتى يغيروا القوانين لصالحهم. أنا عمالي بشوف حالات استغلال فظيعة في البلد، حالات أنا صراحة ما بقدر أتصورها كيف إنه أصحاب العمل اللي عمالهم بربحوا الملايين عمالهم بيستفيدوا وبيعيشوا بحياة رغيدة وعمالهم ببنوا قصور بعمان الغربية. إحنا عارفين هذا الحكي، مقابل استغلالهم للموظفين. يا إما ما بدوا يتفعلوا فلوس بالمرة بحجة إنه متدرب أو بحجة إنه بدنا نجربك، يا إما بحطوا له الراتب الأدنى من الأجور حتى يوفر هالدينار اللي حيطلع يستفيد منه ويطلع ينبسط فيه فعليا. طبيعي اللي موصل لمرحلة انه يقبل بوظيفة بقيمة 220 دينار، وفي ناس انا شفتهم بعيني اكاديميين بيشتغلوا ب 150 دينار خاصة الصبايا منهم، وصل لمرحلة من اليأس لانه في ناس كتير واصلة وعندها واسطات عم تاخد الوظائف المنيحة. طبعا واللوم الثاني على الشباب اللي مش راضي يتعلم كيف يقدم على وظيفة بشكل صحيح، مش عارف يكتب سي في، مش عارف يكتب رسالة تغطية، مش عارف يقوم بمقابلة يطلع منها بشكل ناجح، مش عارف يتواصل مع الناس حتى انه يبعت ايميل بعنوان صحيح، مش عارف. انا ما بلومه شخصيا لانه برضو في ضعف عنا بالتعليم في هذا الموضوع، ولكن برضو الشاب والبنت اللي مش عارف يعمل سي في او مش عارف يعمل رسالة تغطية، حاول تتعلم، حاول تدور في الانترنت، حاول تلاقي لحالك طريقة علشان الناس تعرف شو هي قيمتك ومؤهلاتك الحقيقية.
في كل دول العالم في عندي الحد الأدنى للأجور اللي بيحفظ كرامة المواطن الفقير والمواطن من الطبقة المتوسطة، لكن أنا حتى عندي ضعف بالقوانين اللي بتحمي المواطن من إنه يجي واحد وافد برضى براتب أقل ويجي ياخد مكانه. لا تحكوا لي إنه البلد ما فيها شغل، البلد معبية شغل. طلعوا على السيارات الفخمة الماشية بالشوارع، طلعوا على القصور الجديدة اللي عمالها بتنبني بأحياء كاملة. البلد فيها فلوس، البلد فيها شغل، لكن صار في استغلال نتيجة ضعف القوانين. لازم نتطلع على هذا الموضوع، لأنه حتى قطاع التعليم تأثر بهذا الحكي، نتج عنه أن يكون عندي شباب وصبايا خريجين مش عارفين يحكوا إنجليزي، مش عارفين يكتبوا CV، مش عارفين يكتبوا رسالة تغطية، مش عارفين حتى يبعثوا إيميل. وهون أنا على فكرة بلوم الشباب اللي مش راضي يتحرك. يا أخي فوت على الإنترنت، دور على اليوتيوب، دور على اليوديمي، ادخل على مواقع بتدلك، في كتير مواقع بتعلمك كيف تكتب CV وكيف تبعت إيميل عنوانه صحيح. في مؤسسات وفي أشخاص، وأنا واحد منهم، عمالنا بنعمل ندوات مجانية حتى إنه نساعد هالشباب. ما تضلك قاعد، الحق بالنهاية حيصفي عليك، أو حتى النتيجة بالنهاية حتصفي عليك لحالك. اتحركوا يا جماعة، بدناش نستنى الظروف وبدناش نستنى أي حدا، بدنا الهمة حتى إنه نتقدم بإيدينا إحنا ونكون أقوى من كل الظروف. بالتوفيق للجميع، وهالمرة أنا بتمنى اللي يكون عنده سؤال يسألني ما يتردد، وأنا على استعداد كامل للإجابة.